فقرتنا التالية هي فقرة إنشادية مع فرقة الرضوان، فاستقبلوها بالصلاة على محمد وآل محمد. يفوح أريجها سحرا، تزف إلى الملا عطرا. حبيب الله حبيب الله، قد جاء خير مكون يجلو ظلام البدعة، يهدي النفوس لنوره حتى زكت وتعلت. يأس وفترة حيرة كشفت بخير نبي، فجلى عن الخلق الصدى برحيقه العذب، إلى الصديق والضحى ضياء نير لاحى، لوجه الكون مصباحا. فما أحلى وما أبهى، يا قلب هذه بهجة زفت لقلب الباقري، بشرى له ها قد بدا نور الإمام الطاهر. نبارك لكم وللأمة الإسلامية مولد نبي الأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونهدي لكم في حبه هذا الهيام، راجين من الله القبول ومنكم الاستحسان. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكون بالمختار شاع سناؤه، واشتق من أنواره أنوارا، قد أشرقت أنوار شافعنا، فما أضحى سواه للبهاء شعارا. هو قبلة الحب التي نرتادها، أنعم بأحمد قبلة ومنارا. الله أكرمه وعظم شأنه، فغدا لأفلاك السماء مدارا. يا بهجة ملء عين الحب معناها، والله من نور عرش الله سواها. الله عظمه، الله شرفه، الله قد صاغه من نوره الأزلي. الله قدسه، الله كونه طوق النجاة لنا في أطهر الحلل. يا بهجةً
تهانينا تهانينا من الإنسان هادينا بميلاد الهدى فرحا نبث الحب نسرينا هو المشكاة والنور هو المرجان منثور به الفرقان مسرور أبر الله يا سينا يا قلب حاسبك من وداد محمد والآل ما يطفي لهيب النار فلمن عزفت وأنت تعلم أنهم سفن النجاة ومصدر الأنوار فعلي هو المختار وابنته التي خلفته في خلق وفي أطوار والمجتبى وأخوه شمس هداية أهل الكساء وأطهر الأطهار آمنت بالخمسة الأطهار والتسعة هم ملجئي هم ثبات الدين والشرع آمنت بالخمسة الأطهار والتسعة هم ملجئي هم ثبات الدين والشرع علي والصادقان السادة الغرر علي والكاظمان الغيث والمطر والعسكري يعني هم ذخري ومعتمدي وحجة الله لي سور ومفتخر آمنت بالخمسة الأطهار والتسعة هم ملجئي هم ثبات الدين والشرع فهم سيف وهم جنة وهم درب إلى الجنة وهم نور الإله على جميع الإنس والجنة هم الإيمان والحب هم العينان والقلب وهم للجنة الدرب وأهل الحمد والمنة يا آل بيت رسول لله حبكم فرض من الله في عليكم لا صلاة له اللهم صل على محمد وآل محمد طابت الأنفاس في ذكر خير الورى محمد وآل محمد اللهم صل على محمد